عندنا أيضا هذا المثال consider the two matrices بهذا الشكل. لاحظ يقول لك A في B بهذا الترتيب لا يمكن إجراء عملية الضرب. ليش؟ لأن هنا عدد الأعمدة 4، هنا عدد الصفوف 3. فلو مثلا جيت بضرب صف في عمود، هذا فيه 4 عناصر، 1 2 3 4، هذا فيه 3 عناصر، 1 2 3. احنا قلنا نضرب العناصر المتناظرة، أضرب الأول في الأول، الثاني في الثاني، الثالث في الثالث، الرابع، ونوديه. لذلك لا يمكن إجراء عملية الضرب. إذا هنا يقول لك that is the number of columns of the first matrix is not equal to the number of rows of the second matrix، وبالتالي عملية الضرب غير ممكنة. لكن لو قلبنا B في A تصبح الآن عملية الضرب إيش ممكنة، لأن هنا يصير عندي عمودين وهنا يصير إيش صفين، وبالتالي أقدر أجري عملية الضرب زي العادة. أخذ الصف الأول أضربه في العمود الأول، الصف الأول في العمود الثاني، والعمود الثالث، والعمود الرابع، وأضع كلهم في مكانه. فمثلا خلنا نستعرض بعضها كذا بسرعة. لو جينا مثلا بنضرب الصف الأول في العمود الثالث، بنحط الناتج في العمود في نفس المكان، الصف الأول العمود الثالث، 3 في 0 بـ0، زائد 0 في 1 بـ0، الناتج 0. بعدين لو جينا نضرب في الصف في العمود اللي بعده، 3 في 2 بـ6، 0 في 5 بـ0، الناتج 6. طيب لو مثلا أخذنا العمود أو الصف الثاني بنضربه في العمود الثاني، 1 في سالب 1 بـ1، 1 في سالب 5 بـ1، 1 في سالب 5 بـ6، حطها في نفس المكان، الصف الثاني العمود الثاني. لو جينا مثلا بنضرب الصف الأخير الثالث في العمود الأخير الرابع، ونحطه في نفس المكان، الصف الثالث العمود الرابع، فـ1 في 2 بـ2، 0 في 5 بـ0، إذا الناتج حاصل جمعهم يساوي سالب 2، يساوي سالب 2. طيب برضه ما زلنا في الأمثلة، يقول لك consider the two matrices، هاتين المصفوفتين، لاحظ الأولى من النوع 1 في 4، صف 1 و4 أعمدة، والثانية من النوع 4 في 1، 4 صفوف وعمود 1، العددين اللي هنا متساويين، إذا يمكن إجراء عملية الضرب. قبل ما نجري عملية الضرب، لاحظ أن المصفوفة اللي سأحصل عليها من أي نوع؟ قلنا من هنا، صفوف الأولى وأعمدة الثانية، من النوع 1 في 1، إذا سأحصل على مصفوفة من النوع 1 في 1. كيف نضربها الحين؟ لاحظ معي الصف هنا ما عندي إلا صف واحد، هنا ما عندي إلا عمود واحد، فبضرب الصف في العمود وأجمعهم مع بعض، والناتج بنحطه هنا، الناتج بنحطه هنا. فنجي نضرب العناصر المتناظرة، 1 في 3، 1 في 5، 0 في 1، 4 في 1، زي كذا، 1 في 3، 1 في 5، 5، 0 في 1، بعدين 4 في 1، ونجمعهم كلهم مع بعض، لأن صف أول في عمود أول، وما عندي له صف وعمود واحد، وبالتالي نجمع حواصل الجمع، هنا 3 وهنا 6 وهنا 0 وهنا 4، النتيجة تساوي 4، النتيجة تساوي 4. هنا أسمه بستة، هنا ضرب سالب، هنا 5. طيب لاحظ أيضا نفس المصفوفتين، لو جينا نقول B في A هل هي ممكنة ولا لا؟ البي 4 في 1، والA 1 في 4. أيضا العدد أعمدة الأولى الثانية يساوي عدد صفوف، عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية، أو ببساطة الرقمين اللي داخل متساويين، إذن أيضا عملية الضرب ممكنة، أيضا عملية الضرب ممكنة. لكن لاحظ أن سنحصل على ماذا؟ سنحصل على مصفوفة من النوع 4 في 4. يعني يقول لاحظ هنا الرقمين اللي جوا متساويين، لكن سنحصل على
مصفوفة من النوع 4 في 4 لنفس المصفوفتين بس بدلنا الترتيب. الآن هنا في خطأ مطبعي، المفروض أن هذه B في A، B في A تساوي المصفوفة العمود في مصفوفة الصف. لاحظ الآن كم عندي صف؟ 4 صفوف. كم عندي عمود؟ 4 أعمدة. فنجي نضرب الصف الأول في العمود الأول، وين نحطه؟ نحطه هنا في المكان هذا في الصف الأول العمود الأول. بعدين نجي نضرب الصف الأول في العمود الثاني، وين نحطه؟ الصف الأول العمود الثاني. بعدين نجي نضرب الصف الأول في العمود الثالث، الصف الأول في العمود الثالث، الصف الأول في العمود الرابع هنا، ثم الصف الأول في العمود الأول هنا، الصف الثاني آسف في العمود الأول، الصف الثاني العمود الثاني، الصف الثاني العمود الثالث، الصف الثاني العمود الرابع هنا هنا هنا، وهكذا. إذن سيكون الناتج بهذا الشكل. لاحظ 3 في 1 هذا هو هنا، بعدين 3 في سالب 1 بسالب 3، 3 في 2 6، 3 في 4 12. ثم ننتقل إلى الصف الثاني اللي هو هذا، ونضرب في العمود الأول سالب 5 في 1 بسالب 5، العمود الصف الثاني في العمود الثاني سالب 1 في سالب 5 بخمسة، الصف الثاني في العمود الثالث سالب 5 في 2 بسالب 10، وهكذا حتى ننتهي من هذه المصفوفة. إذا لاحظ في هاتين المصفوفتين إن عندي المصفوفة B A في B، A في B تساوي مصفوفة صف وعمود واحد كانت تساوي 4، B في A تساوي هذا المصفوفة اللي فوق. لاحظ معي أنهم غير متساويتين، أن B في A لا تساوي A في B. إذا نستنتج أن عملية ضرب المصفوفات ليست عملية إبدالية، ليست عملية إبدالية. طبعا أذكركم وش معنى العملية الإبدالية. العملية الإبدالية زي مثلا عملية الجمع، إذا أخذت عددين صحيحين N زائد M تساوي M زائد N، لو أخذت عملية الضرب N في M تساوي M في N، هنا نقول أن العملية إبدالية. لكن بالنسبة للمصفوفات عملية ضرب المصفوفات ليست عملية إبدالية، لأن قدامنا مثال الآن الـ A في الـ B لا تساوي الـ B في الـ A. إذن يقول لك note that matrices of multiplications is not commutative، ليست عملية إبدالية. لماذا؟ لأن A في B لا تساوي B في A زي ما شفنا.